الموضوع اللي خلاك تجيبيني على ملا وش يا ماما؟ في ايه؟ انت مين؟ حسام ابني فين؟ جرايه يا ماما، احنا هنعيده من تاني. كل شويه تديني محاضره. حسام ايه؟ ما انا قدامك يا ماما. انت مش حسام. حسام ابني انا ربيته على الخير وحب الناس، وما كانش بيستنى تمن لحب الناس. لكن انت بتكره الناس وبتقبض تمن اذيتهم. انا ربيتك على حب ربنا والخوف منه، لكن انت اكيد ما بتعرفش ربنا. فين؟ فين حسام؟ فين ربنا جواك؟ فين؟ اخر حاجه كنت اتصورها انك تشتغل في تجاره السلاح. ومع مين؟ مع الراجل اللي قتل مراتك وابنك جوا بطنها، وقتل ابنك من ايمان. للدرجه دي؟ للدرجه دي انت ضعت مننا واحنا مش حاسين؟ اديكي قلتيها، اديكي قلتيها. بتندبي ليه؟ انت قلتيها، ما انتوش حاسين. محدش شاف المر اللي انا دقته، محدش كرامته اتبهدلت زيي. لو واحد فيكم شاف ربع اللي انا شفته كان عمل قد كده 100 مره يا ماما. مش كل الناس ضعيفه زيك، مش كل الناس بتطاطي للشيطان زيك. لا 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 لا، في ناس بتطاطي وفي ناس ضعيفه، وكل واحد مهما كان قوي جواه نقطه ضعف. اول ما حد بيلمسها بيجي على ركبه ارض ارض. وانت فين نقطه ضعفك يا بيه؟ في كرامتي ببساطه شديده، كرامتي اللي اتبعترت واتداست بالجزم، سمعتي اللي اتوسخت في الداخليه، مستقبلي اللي ضاع، وشغلي اللي كنت بحبه وكنت هموت 100 مره فيه. خلاص، واحد عايش ميت ما عندوش عمل، مستنيين منه ايه؟ وانت دلوقتي عايش، فين امالك يا استاذ؟ فين؟ لا من ناحيه عايش فعايش. اطمني اطمني يا ماما، عايش وعايش كويس قوي كمان، وقوي قوي جدا، ادوس على اي حد من الجزمة. يا خساره يا خساره يا حسام، بعت نفسك للشيطان غصب عني يا ماما. كان قدامي سكه من الاثنين، يا استسلم للي انا فيه واضرب نفسي طلقه واموت منتحر، وساعتها هبقى كافر. مات كافر كلب وراح، واتحرم من جنه ربنا في السماء. ورضيت بجنه الشيطان. كان عندك حل تاني ولا اخسر كل حاجه؟ ما انت خسرت كل حاجه من ساعة ما بعت مبادئك وقيمك. خسرت كل حاجة يا خسارة يا خسارة. نبي ما تقعدي تتصعباني بقى، هتقولي لي يا خسارة ومبادئك وقيمك، وانت البطل وانا ام البطل، وبطل اللي شالتك، وابو الشهيد وصورة ابوك. مش بيت لواحد زيي. ما تقولش كده على اخوك. لا هقول، حسام خلاص يا ماما بقى من اكبر تجار السلاح اللي في البلد، وحط ايده في ايد دياب اللي قتل مراته وابنه. لا، واستغل خبرته في الشرطه وفي الداخليه عشان يسهل له عمليات التهريب. اظن ده اكبر دليل ان سجنه ما كانش صدفه ولا ظلم. حرام عليك، ما تقولش على اخوك كده. هي دي الحقيقه اللي انت بتحاولي تنكريها. كفايه بقى، كفايه، حرام عليك، كفايه. انت لسه برضه مش مصدقه؟ ماشي، بس انا يوم ما اقبض عليه وادخله السجن تاني هتصدقي ساعتها. عاوز تقبض على اخوك يا محمد؟ اه يا ماما، هقبض عليه. ما قداميش حل تاني. ده الحل الوحيد اللي قدامنا عشان العيله ترفع راسها في وسط الناس. لو اخوك كان غلطان، المفروض انك تقف جنبه وتعقله وتحميه من شر نفسه. مش تقبض عليه عشان ترقيه ولا علاوة. يا خسارة عمري اللي راح عليكم، يا خسارة تربيتي فيكم، يا خيبة أملي فيكم، يا خيبة أملي فيكم.